Mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire la séquence 3. Lire, produire et jouer le nœud de la pièce théâtrale. Lecture. Identifier le nœud de la pièce. Des parents dans l'embarras. J'observe et je comprends. J'observe la présentation matérielle du support, je dégage les didascalies et je complète ce tableau. يعني ألاحظ البريزونطاسيون ماتيريال وهو التقديم المادي ديال الدعامه اللي عندنا في لاباج 124 وكذلك استخرج لي ديداسكالي لي ديداسكالي هما هذوك العبارات اللي تيكونوا اونتر بارونتيز تيكتبوا اون ايتاليك وكذلك بالكرا اي جو كومبليت سو تابلو ونكمل هذا الجدول هذا عندنا ديداسكالي اكسترن وهما هذوك العبارات ولا الاشارات اللي تيكونوا ما تيتقراوش من طرف هادوك لي بيرسوناج ولكن تيكون عاطيهم الكاتب تيكون دائما اونتر بارونتيز كيف ما قلت لكم تيكونوا بالكرا و اون ايتاليك اون ديداسكالي اكسترن يعني هنا عندنا واحد الشرح ديال ديداسكالي اكسترن لو ديداسكالي اكسترن اي اون انديكاسيون سينيك دائما هما دي انديكاسيون سينيك دوني بار لوتور تيتعطاو لينا من طرف هما اشارات تعبيريه تيتعطاو لنا من طرف يعني الكاتب اي كي نو في با بارتير دو ديالوغ كوم تيكونوش داخلين نفاش في الديالوغ سوفون اون ايتاليك او اون غرا اما تيكونو بالايتاليك ولا تيكونو بكتابه عريضه بالنسبه لي ديداسكالي انترن عندنا جوج ديال الانواع ديال لي ديداسكالي الداخليه والخارجيه اون ديداسكالي انترن est une indication signique. Quelle indication signique prononcée اللي تتنطق directement مباشره par un personnage اللي تتنطق مباشره من طرف واحد الشخص اكزومبل عندنا هنايا دوني موا سيت شيز اعطيني هذا الكرسي اذا مطلوب منا نلقوا هذا الجدول هذا قبل ما نلقوا هذا الجدول هذا غادي نعطيكم جدول اخر اللي فيه الملخص ديال الباج 124 إذن على بركة الله غادي ناخذ هذا الجدول اللي هو يعني واحد الملخص ديال لاباج 125 دي بارون دو لومبارا يعني العناصر اللي عندنا كذلك النوع ديال التكست غادي نشوفوا لا فورم تياتر ديسكور اوكيل ا بارتير لو تكست كذلك لي بيرسوناج دو لا سين ليو المكان والزمان او سو باس لاكسيون ولا لي انديكاسيون سينيك غنشوفوا هذا الجدول من بعد غادي نرجعوا للجدول ديالنا اللي كاين في لاباج 125 عندنا لو جونغ دو تكست هو نص مسرحي تكست تياترال فورم دو تياتر ديسكور اوكيل بارتير لو تكست عندنا هو النوع ديالو هو ديالوغ يعني حوار نص مسرحي حواري هنايا لي بيرسوناج ديال لا سين اللي عندنا لا مير لو بير اي مارتان الام والاب وكذلك الابن اللي سميتو مارتان عندنا ليو اي تون و سو باس لاكسيون يعني المكان والزمان اللي تيوقعوا فين وقعوا هاد الاحداث فين في الصالون لي طون اللي عندنا هما الامس وكذلك المساء وعندنا فين وقعوا الاحداث كاين في لو صالون لي زانديكاسيون سينيك لي زانديكاسيون اللي عندنا هما لي بارون سون اسي فاس او بوبليك ال توش لا تابل دو صالون يعني قاس طابله ديال الصالون اذا غادي نمروا باش نشوفوا الجدول ديالنا ديال لاباج 125 J'observe la présentation maternelle du support. Je dégage les didascalies et je complète ce tableau. Fa بالنسبه لهذا الجدول هذا كيف ما لاحظتوا اننا كنا تنتكلموا على نوع واحد يعني تنتكلموا على لي ديداسكالي اون جينيرال ولكن هنا في هذا التابلو هذا حاولنا اننا نجزئوهم عندنا دي ديداسكالي اكسترن و دي ديداسكالي انترن اللي هما خارجيين وكذلك اللي عندنا داخليين عندنا بالنسبه لي ديداسكالي اكسترن غادي نعرفوهم من لا سين او لي بيرسوناج وبالنسبه لي ديداسكالي انترن غادي توجدوا فيهم لي ديبلاسمون الفوا طون سونتيمون اي لي جيست على بركه الله بالنسبه لي سين عندنا هنا il quitte la pièce sur son mouvement d'humeur لي بيرسوناج هنا غادي تشوفوا ردود الفعل ديال لي بيرسوناج ولكن ما غاديش نلقاو الاسماء ديالهم بالنسبه لي بيرسوناج عندنا لا مين رونفرونجي Surprise agressif, d'une voix osseuse brusquement, se pleurait, elle consulte la montre, se raversant désolée, fâchée. Adobensaba, les didascalies externes, qui mettent les comptes, qui ont fait une scène, qui ont fait les personnages. Amma, les didascalies
interne دائما غتعرفوهم بلي ديبلاسمون فوا طون سونتيمون اي جيست. ديبلاسمون عندنا فوا تكوشي فوا عندنا اون تيل ريبليك على حسب يعني تما على حسب طون اون نو ريبون با سا مير سور سو طون لا. سونتيمون ne te fâche pas, tu ne prolonges dans l'embarras. Jess, il n'a pas voulu surtout pas te faire la peine. هادو هما لي تيتغ لي نافاش ديداسكالي انترن. فلاحظ واحد الحاجة ألا وهي أننا دائما هاد الجمل وهاد لي فراز لي تنكتبو هنايا سوا في ديبلاسمون ولا الفوا ولا طون سونتيمون غيت لي جيست ولا لي بيرسوناج ولا السان كلهم هادو تيدخلنا في لي ديداسكالي هادوك العبارات اللي تيكونوا تيكونوا اونتر بارونتيز راه ما تنجبدوهمش يعني من هادوك لي ديالوج العاديين ولكن سناخدهم من لي ديداسكالي. عندنا دي ديداسكالي اللي هما اكسترن شنو تيدخلوا فيهم فعرفوا انهم تيدخل فيهم السين ولي بيرسوناج. اما لي ديداسكالي انترن دائما ديبلاسمون الفوا طون سونتيمون وكذلك لي جيست يعني هادوك الحركات الاحاسيس يكون في لي ديداسكالي انترن هادو كلهم هاد لي فراز اللي عندنا منين مخودين مخودين من هادوك لي ديداسكالي اللي عندنا في النص ديالاش ديال دي بارون دون لومبارا. اذا من غنمشيو نحوسو باش نملؤو الجدول فديريكتومون تنمشيو للعبارات ديال لي ديداسكالي وهنا تنجزئوهم ما بين اكسترن وما بين انترن. اللي هما اكسترن تيكونوا دائما داخلين فيهم لا سين ولي بيرسوناج واللي هما انترن تيكونوا داخلين في لي ديبلاسمون فوا طون وكذلك سونتيمون و لي جيست. نتمنى ان الجدول يكون واضح باش نمرو الاسئله المواليه. Petite B. J'émets des hypothèses sur l'emplacement de la scène dans la structure de la pièce. يعني غادي نعطي فرضيات على حسب هاد لا سين هادي والبنيه ديال هاد لي بيس هادو. فبالنسبه يعني الفرضيات المقترحه غادي ننزلهم لكم. فبالنسبه الفرضيات المقترحه وهي peut-être que les parents soient riches يعني الاباء راهم اغنياء. C'est pour cela que leur fils est gâté. داكشي علاش طلب منهم هذاك الطلب انهم ياخذوا ليه اون فري فيراري. اذا غادي نشوفوا الفرضيه الثانيه peut-être que Martin ne soit pas satisfait. C'est pour cela que les parents sont confus. فهادو هما الفرضيتان المقترحتان. Je retiens spécificité de la scène de nœud يعني خصوصية العقدة عقدة ديال المشهد. العقدة بمعنى المشكل اللي عندنا في هذيك لا سين في هذيك المسرحية. Elle rompt avec l'équilibre de la scène d'exposition. إنه يكسر توازن المشهد المعرض. عندنا واحد المشهد يعني تتكسر. علاش عندنا واحد المشكل؟ Elle est reliée à la scène d'exposition. يعني إنه متصل بمشهد المعرض. المشهد اللي عندنا معرض متصل به. Présence des personnages يعني تواجد ديال الشخصيات de la scène d'exposition كذلك ديال المشهد المعرض. Même lieu نفس المكان. Même décor نفس الديكورات. Même temps نفس الزمان. Il y a une mise en scène du nouveau personnage Martin. يعني كاين هناك عرض مسرحي لشخصية جديدة. من هي وهي مارتان. عرض مسرحي لشخصية جديدة وهي مارتان. Elle contient un événement imprévu. يحتوي على حدث غير متوقع. ما هو هذا الحدث؟ وهو وصول مارتان. L'arrivée de Martin. Le ton est respectueux de Martin. يعني نبرة مارتان غير محترمة. هناك واحد النبرة ديال اللي باش يتكلم بها مارتان غير محترمة. Il y a une demande inattendue. كاين واحد الطلب اللي هو غير متوقع. Désir d'une réelle Ferrari. طلب يعني سيارة حقيقية سيارة فيراري حقيقية من طرف من طرف مارتان. سي لا لو نود هنا فين كاينة العقدة. هذا هو المشكل. واحد الطلب ديال واحد السيارة حقيقية سميتها الفيراري من طرف من طرف مارتان. جو نيكزارس تيتا جو لي لو تيكست يعني مطلوب منكم انكم تقراو النص اللي في الصفحة 124 اللي تيتكلم على واحد الاب واحد الزوجة اللي عندهم واحد الولد اللي سميتو مارتان اللي هو يعني تقريبا كله مشاكل رغم انهم لبين ليه جميع المتطلبات ما حرمين حتى شي كل شيء عنده ولكن السن ديالو ما تيتراوح ما تيتجاوزش 10 سنوات
وطلب منهم انه بغى واحد السياره ديال فيراري حقيقيه، ماشي لعبه شراو ليه لعبه، فهو تيطلب سياره فيراري حقيقيه. اذا غادي نشوفو بي بي جو لو سيتو دون لوفر، يعني عندنا او ميليو دو لا بيس سين 2، او ميليو دو لا بيس سين 2. سي جو كومبليت لو طابلو سويفون، مطلوب مني انا نكمل هذا الجدول هذا. عندنا لي ريبليك دي داسكالي بورتري مورال، يعني هنايا البورتري مورال وهو الوصف الفيزيائي. عندنا ديداسكالي هما هادوك العبارات اللي تيكون دائما اونتر بارونتيز، واللي تيقولهم الكاتب ماشي هادوك الناس اللي تيكون بيناتهم البارول. عندنا لي ريبليك، لي ريبليك وهما هادوك الحوار اللي تيكون ما بين الشخصيات في النص، اللي هما عندنا بابا مامون اي مارتان. اذا شنو مطلوبنا لي ريبليك؟ لي ريبليك جميع كل ما تينطق به الاب في النص في هاد لا سين 2 تنكتبو هنايا، جميع لي ريبليك نطق بهم اللي قالهم الاب تنزلوهم، بالنسبه لمامون كذلك لي ريبليك اللي قالتهما الام، وبالنسبه لي ريبليك اللي تكلم فيهم مارتا. هنا لي ديداسكالي جميع العبارات اللي كانوا تيدخلوا في لي ريبليك سميتو اللي هما في لي ريبليك، ولكن كاينين اونتر بارونتيز ما تينطقوهمش لي بيرسوناج، غادي ينزلوهم كل حاجه كانت في ديال لو بابا وكانت اونتر بارونتيز غندخلوها فاش في لي ديداسكالي، كذلك عند الام وكذلك عند مارتان. لي بورتري مورال يعني هنايا تنعطي واحد الوصف الفيزيائي، والحزن ولا الضحك ولا الفرح ولا السعاده، هنا كاين بورتري مورال كاين بورتري فيزيك، فهنا تنكونوا تنعطيو واحد الوصف. اذا غادي نمرو باش نشوفو الجواب مكتوب. جو ميكزارس بيتا جو لي لو تيكست، نقرا النص. بي جو لي سيتو دون لوفر او ميليو دو لا بيس انتر بارونتيز سين 2. جو كومبليت لو تابلو، يعني غنكمل هذا الجدول هذا. مطلوب منا لي ريبليك، لي ريبليك هما هادوك لي باغول لي تيقولهم هادوك لي بيرسوناج لي عندنا تما، سوف تنكتبوهم كاملين ولا تنقراوهم كاملين، سوف هادوك لي اونتر بارونتيز هما لي تيتسماونا لي ديداسكالي وتندخلوهم في هاد لاكاز. عندنا كذلك لي بورتري مورال، بحال اش بحال كالم بحال تريست بحال اورو مالورو، هادو كلهم تيدخلو في لي بورتري مورال. اذا غادي نشوفو لو بابا عندو 4 ريبليك، عندو 4 ديال لي باغول لي هضر فيهم لي تكلم فيهم، يعني تنقولو داكشي لي كان تيتكلم فيه لو بير. لي ديداسكالي دون فوا دو سوغوز فاشي، كذلك عندنا 1 2 3، عندنا 3 ديال لي ديداسكالي. عندنا دون فوا دو سوغوز، عندنا فاشي il se lève brusquement et fait le son pas dans le salon، فهادو هما لي ديداسكالي لي عند لو بير. بورتري مورال لي عندنا كالم اي فاشي، كالم اي فاشي. غادي نمرو لا مامون، بالنسبه لا مير عندها 5 ريبليك لي تكلمات فيهم. بالنسبه لهذوك لي بارول لي اونتر بارونتيز دائما تندخلوهم في لي ديداسكالي، نزلو هنا عندنا سوربريز اي بلوري سو ريفيزون ال كونسولت ال كونسولت لو مونتر ال كونسولت لو مونتر، مازال ما كملناش لا مامون، غنسيبو السويفي ديالها في لاباج الاخرى. بالنسبه للبورتري مورال ديالها وهو سوربريز، يعني تفاجات، كاين واحد تفاجؤ هنايا. اذا غادي نعاود، بالنسبه لا مير او بيان لا مامون عندها 5 ريبليك، 5 ريبليك يعني عندها ثلاثه ديال لي باغول اللي داز فيهم الحوار، اما تنقراهم ولا تنكتبهم هنايا. يعني عاود نكتبو 5 ريبليك، غنكتبو 5، غنديرو تيري ونكتبو 5 تيري هنايا، وهذوك لي باغول بحكم انهم طوالين، ولا جينا نكتبهم يعني بحال تنكتبو النص كامل ولا لا سين كامله. اذا كتبنا هنايا 5 ريبليك. بالنسبه لي ديداسكالي عندنا سوربريز اي بلوري سو رافيسون elle consulte la montre. Ou bien c'est pas le portrait moral, maintenant, surprise. Rendez une chauffe la suite, je maintenant. Ben, la maman qui m'a donné 5 répliques. Ben, c'est pas qu'elle a dit d'escalier, maintenant, désolé. Elle se plonge dans la lecture d'un gros livre de psychologie. De psychologie, yani, qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle a dit psychologie. Elle m'a dit. Ou qu'elle a dit qu'elle a dit le portrait moral. ديزولي، عندنا سور ديزولي عندنا هادو. اذا غنشوفو مارتان شنو عندنا لي ريبليك ديالو، عندو 7 ريبليك.
7 ريبليك يعني 7 ديال سميتو 7 ديال لي بارول اللي تكلم فيهم في هاد لاسين هذا. خدا الحوار 7 د المرات بالنسبه لي ديداسكالي هادوك الجمل اونتر بارونتيز. فربما تلاحظوا ان تكرار، ربما كاينين اشخاص اللي عاد جاوا يلتحقوا بالقناه فتنحاولوا انها يفهموا معنى هذا الدرس هذا. اغريسيف يعني هنايا شويه عنيف. Brusquement, elle quitte la pièce sur ce mouvement de mort. Agressif, brusquement, il quitte la pièce sur ce mouvement d'humeur. عندنا هنايا portrait moral. Énervé, يعني متعصب. Furieux. Furieux, غاضب, يعني متعصب أو غاضب. هادو هما لي portrait moral ديال من ديال مارتان. إذن كان هذا هو الجدول ديالنا فيما يخص لا باج 125. جاناليز لو كومبورتمون اي لي رياكسيون دي بارون اون كومبليتون لو تابلو سيفون. يعني نقومو بتحليل سلوكيات وكذلك ردود فعل الاباء ونملؤو الجدول التالي. لي بيرسوناج اون بريزونس لو بروبليم كومبورتمون دو مارتان انديس ريبليك دي داسكالي كي لو مونتر رياكسيون دي بارون. Les personnages en présence, يعني شخصيات متواجدة, le problème, هو العقدة ou la nœud, comportement de Martin, celui qui est dit Martin, indice مؤشرات, les répliques des didascalies, اللي هما تيكونوا entre parenthèses, qui le montre, يعني التي تبينها, réaction des parents, وهما ردود الفعل ديال الآباء ديال مارتان. إذا مطلوب منا أننا نملؤوا هذا الجدول هذا. نمر للإجابة على السؤال المطروح. جاناليز لو كومبورتمون et les réactions des parents en complétant le tableau suivant. Idem باش نلقاو هذا الجدول هذا. Les personnages en présence هما شخصيات المتواجدة الأب, le père, la mère et Martin, الأم ومارتان. Le problème, المشكل أو نود اللي عندنا في هاد لا سين. Martin qui a à peine 10 ans veut une voiture, une vraie Ferrari. يعني بغا واحد السيارة اللي هي ديال فيراري وتكون حقيقية, ولكن المشكل اللي كاين هو أن العمر ديالو لا يتجاوز 10 سنوات. كومبورتمون دو مارتان وهما سلوكيات ديال مارتان. إل إيتي تخي إنيرفي إي فيوريو وهو يعني متعصب وكذلك غاضب. فيوريو هو غاضب. إنديس المؤشرات اللي عندنا كذلك عندنا لي ديداسكالي وهما اللي تيكون دوك العبارات أونتر بارونتيز. ريبليك وهما فاش ياخدو هادوك الشخصيات لو بارول باش يكون تيتكلمو. كي لو مونتر هنا غادي نعطيو المؤشرات اللي تتوضح ان مارتان راه متعصب وانه غاضب. فغادي نمشيو تنمشيو لي ريبليك وتنمشيو لي ديداسكالي باش نعطيو هذوك العبارات اللي تتوضح لنا وتتبين الغضب وكذلك الانفعاليه ديال مارتان. فعندنا اول شيء لا مين رونفرونجي, كذلك عندنا اغريسيف. Et je l'aurais trouvé où? Au fond d'une pochette surprise. Quatrièmement, il quitte la pièce sur ce mouvement d'humeur. يعني بمزاجين غاضب. فهادو هما لي زانديس لي تيوضحو تيبينو الغضب والانفعالية ديال مارتان. إذا عندنا 4 ديال لي زانديس. و لو كومبورتمون ديال مارتان إل إيتي تخي إنيرفي إي فوريو. فوريو كيف ما شرحت وهي غاضب. رياكسيون دي بارون يعني ردود الفعل ديال الاباء ديال مارتان بالنسبه للام والاب. رد الفعل ديال الام كيفاش كان؟ لا مير اي بلوري اي سوربريز بار لو ديزير دو مارتان. يعني الام تقلقات وحزينه وكذلك متعجبه من طلب اللي طلبو مارتان. لو بير عندنا البير اي فاشي اي اون كولير كونتر سون فيس. يعني الردود ديال الفعل ديال الوالدين كانوا على هذا الشكل. فبالنسبه لرد الفعل ديال الاب من طرف لابن ديالو كان جد غاضب فاشي اون كولير. فهما نفس المعنى بالنسبه لفاشيت كذلك وهي اون كولير وهي تتعني لنا الغضب انه غاضب جدا من تصرف ديال ابن ديالو. يعني هنا فاشي ولا اون كولير ولا فوريو فهما دي سينونيم هما مرادفات لبعضيتهم وعندهم نفس المعنى. اذا غادي نمروا للسؤال الموالي.
2, je lis la scène suivante et je dégage les événements imprévus qui perturbent l'équilibre de la scène d'exposition ainsi que la réaction des élèves. بمعنى نشرح السؤال وهو je lis la scène أنا نقرأ هذه السين اللي عندنا أسفله et je dégage les événements نخرج الأحداث imprévus الغير متوقعة qui perturbe l'équilibre de la scène d'exposition التي تزدهر توازن المشهد يعني المسرحي اللي عندنا ainsi que la réaction des élèves يعني بالموازس مع ردود الفعل ديال les élèves. فهذا النص ديال مدام تشوكوتوفا اللي ديجا شفناه وقريناه. إذن غادي نحاول أنني نعطيكم إجابة على هذا السؤال هذا. نعاود سؤال جولي لاسين سويفون خاصكم تقراو هاد لاسين هادي سخرجوا منها لي زيفينمون امبريفي العناصر الغير متوقعة كي بيرتورب ليكيليبر دو لاسين ديكسبوزيسيون التي تزعزع توازن هذا المشهد المسرحي. بالنسبة للإجابة على السؤال المطروح je lis la scène suivante et je dégage les événements imprévus qui perturbent l'équilibre de la scène d'exposition ainsi que la réaction des élèves. بالنسبة les événements imprévus هما العناصر الغير متوقعة. Madame Tchoukotova remplace le prof absent يعني Madame Tchoukotova عودات الأستاذ الغائب. L'action, الحدث, les élèves n'ont pas accepté ce remplacement. يعني تلاميذ غير يعني ما قابلينش ورافضين هذيك الرومبلاسمون هذاك التغيير اللي عملته مدام تشوكوتوفا. Et ils ont exprimé leur désaccord. وكذلك اعطوا يعني عبروا على عدم القبول ديالهم. Troisième question, aimes-tu lire le théâtre? Justifie ta réponse. Aimes-tu lire le théâtre? Oui ou bien non. Justifie ta réponse. Réaction de la question numéro 3. Aimes-tu lire le théâtre? Justifie ta réponse. Oui, j'aime bien lire le théâtre. Parce que ça me permet de m'échapper de la réalité. La vie n'est pas toujours mouvementée. La routine s'installe des fois et ça permet vraiment de voir de nouveaux horizons. C'est pour ça que j'adore déçu tous les livres fantastiques. Je me sens ailleurs. Je me plonge dans la peau des personnages. M'imagine à leur place. C'est super intense. Bien tout simplement, oui, parce qu'il nous aide pour réfléchir bien le français. Et enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas, avant de quitter ma vidéo, de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bon chance, bon courage, bon santé à tout le monde. لا تنسوا الاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر لايك وزر الجرس ليصلكم مني كل جديد. بالتوفيق للجميع. دمتم في رعاية الله وحفظه.